ويعني مليون ونص. شحال ست شهور؟ لا فيها اش كيقولوا لا 8 شهور. 8 شهور. دو مزيان الانسان يمشي يخلص مليون ونص ويمشي يقرا على الحلاقه وعاد يفتح صالون. انت غادا فاتحه صالون كتنقزي بسليبك معلك نضربوه في الحيط يلصق وتجيبي الناس تلعبي فيهم حشومه. انا ما نبغيش نمشي عند كوافور تلعب ليا في وجهي. انا فاش مشيت للطبيب نولد سمحوا لي غنخرج شويه على الموضوع وقسم بالله العظيم وربي شاهد جابوا لي وحده باينه فيها غير ما نشوفها باينه فيها غير ستاج. نط قلت لهم يا اما غتجيبوا لي الفرمليه ديالي اللي جايبه هنا 20 عام ويخدم عندكم في السبيطار ولا غنعيط لكم من المخزن. طيروا ديك اختنا في الساعه تسولوا جابوا لي فرمليه اللي عندها ليكسبيريونس فرمليه اللي دار 20 30 عام وهي خدامه مع الحمدات فاش كيجيبوا لي ماشي يجيبوا لينا وحده كدير 16. داكو شنو بان لك راشد انت فاتش اتفق معك مي فاتش هذا اللي قلتي عندك الحق ماشي غير يجي وكوز امها الله يستر يا ربي داك الشقفه الله يسمح لي يا ربي تصلي وتقابل البنت الصغيره غا حاشيني في هكا قوابه في داك الصالون فيما دير الاخرى شي فيديو سمعوا صوت القوابه غا حاشيني فيها باقي لها يومين وتموت يا ربي السلامة. انا بعدا تفقصوني اقسم بالله العالم عندكم تقولوا راني كنحسد انا الحمد لله مشروعي ها هو لا شهر وانا شهر وفراق رمضان كله وانا واخده الراحه والاستراحه ماشي دابا هي ماشي كتكون مع بعديها مثلا هذا ما عرفش كتكون ضروري مثلا مع بس تسلسل الخدامه ودي عينو تشوف شنو كاين فهمتيني يما هي مولات العقل امها مولات العقل امها مولات العقل الاخرى فاش كان فاش فاش حبلات ما كانش عندها العقل راه عندها العقل راه حبلت ولدت راه ام هذيك راه هذيك ماشي وحده عندها 7 سنين راه عندها 24 عام ولا 22 عام راه الدم كتهبط مع انفو كتبدا تجيك لي ريغل انفو راك كتحسب عليك الطايره ونازله والهابطه والطالعه فاش كانت كتقول انا كنت كنستحمر الشعب مالها ما دخلتش وقالت لها ابنتي مسحي الفيديو عندك تبارطاجيه الحمد لله ما دارتش اللايف ودارت وقالت ديك الكلمه باش نقولوا حق اللايف سرقوه وطلعوه دارت فيديو بجميع قواها العقليه وحواسيها الخمس امها الشقفه العدروسه كانت في الكوزينه وهي دايره فيديو في الصالون حيت الصوت ديال ما تسمع ما قالتلهاش لا اش كتخوري حماره مسحي ديك الكلمه عاودي الفيديو قولي فيه كلام ما تقوليش كنستحمر الشعب هذيك قالت لها قولي باش ديري البوز سير سير فري فري عندك الحق النفاق شوف اخويا رشيد انا اقسم بالله العلي العظيم كتبقى فيا ديك البنيه ما كتهلا فيها حنا نقولوا حنا ما تنشوفوهاش يعني تقدر تكون كتهلا فيها في الخفاء بالحق قدام الناس في السوشيال ميديا راها مكرفصه على داك البنت ما كتهلا فيها لا حنان ديال الام لا حنان ديال الاب شو انا مثلا انا تحرمت من الحنان ديال الوالديه يكذب عليك الكذاب يقول لك لا خصك باش تعطي الحنان يكون ديجا عطيناك الحنان انا تربيت بلا حنان ديال الماما وديال البا شي بالضروري وانا فاش كنت حامله اقسم بالله وهاد الناس اللي كيتفرجوا هاد 6000 علينا 7000 اللي كيتفرجوا فاش كنت حامله بنتي انا كنت كنقول عباد الله منين غنجيب الحنان باش نعطي لهاد البنت وانا ما عنديش الحنان انا ما عنديش الحنان فاش ولدت هي رشيد وربي اللي شاهد عليا وغدا العيد الله يطول لكم في عمركم ما عرفتش انا منين جبت داك الحب وداك الحنان اللي كنعطيه دابا لهاد البنت ما فهمتش ما عرفتش حيت انا ما عطونيش الحنان فاش كنت صغيره ما عرفتش كيفاش انا عندي كنحنس بنتي وكنسيس معاها ونتهلا فيها نحكي لايشيز فينا هو سبونج باب شوشو وي مالكش كتصنتي كنت كنشعل في العافيه في التليفون الاخر واحد العافيه عرسي واحد العافيه واعره وصافي جمعي كنركز كونسونطري في اللايف انا معاك بيبي بيبي داوه الدجاج مالكش سخنتي انت يا ياسو شكرا درتي الحبيبه الرموش والهايلايت وتزادوا في الجرايد خير يا عطيه الجهد ماشي منك من رينج لايت اللي دايره الاضاءه قصفتها واش قصفتها ولا لا في الاضاءه الاضاءه تطفات لا 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 خلعتيني رجعي اختي كيف كانت رجعي 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 لي الرينج لايت هانت اختي الزيونات
شفتها باكي شفتها شوشو فراسك شربي لك تشكروها الكبار والصغار أجي تشيشي تاكيو سبونج بوب عيطات الواقيلة تحسي قلت واش كتقولوا فيه هذا طلع بغن بلوكي لقى واحد بنت قالت لي تحياتي شوشو قال لها مالها قايدة طير يلا طير طير لعمك ما تقلقش في اللايف دقيقة قرصان حبي كنشوفك تحية ليك وتحية الناس ديال الصفات كاملة ويلي العدروس دبر عليها بالكحل اليوم وحق الله عاصي نصيفط لك شير ولكن ما خصكش طيحي اللايف حبي احنا طالعين مجمعين لا ما تبقاش هضري تقولي راك هكا كيطيح لينا اللايف ما تبقاش هضري على لا اصلا هاد السيد ما معروفش في الانستغرام ولكن مشهور عند ناس اخرين مهم حبيبه ملي تكوني طالعه معايا في اللايف ما عمرك تبقيت تهضري مع يونس في التليفون سمعتيني يونس ناعس فين هو يونس انا كنقول لك باش ما تعاوديش غلط اخر حقاش قبيله ملي كنتي كديري لاستيغ في شلوقك كنتي كتهضري معايا في التليفون وما عطيتينيش الوقت لا انا لا اوكي انا ملي كنكون انت كتجيك الغيره من صاحبي حتى انا خاصك تجيني الغيره من صاحبك سالينا شوف يا شوشو انا الحاجه اللي معصباني منك هي فاش مشيت تصاحبت انا مع يونس عاد انت بان لك تصاحبتي وهذه واحد اي واحد انت تصاحبت انا خاصني اخذت انا خاصني راجل اختي ويلي انت مريضه ما تصاحبيش وليتي كتعطيو وي انت تصاحبي وانا ما نصاحبش انا ما نصاحبش الوقت لا ما يمكنش انت تصاحبي انا ما نصاحبش لا علاش حتى تصاحبت انا عاد اذا كتصاحبي انت هذه كلها حسن لا اختي انا خاصني احب مستقبلي نضمنه حتى انا احب اختي شريك حياتي خاصني حتى انا اللي برد لي دوداتي ايوا برد لك دوداتك تشدي مع الحصه 4 ديال السوايع او مالك روميو جولييت روميو ما كانش كيشد هاد الحصه كله مع جولييت كنكيف انا صاحبي شديت معاه 13 ساعه كيف حالو عادي اختي انت تصاحبي وانا ما نصاحبش اولا حتى انا خصني راجلي ما يمكن لا عيقتي انا هادشي ديال 4 سوايع في التليفون ما نضرب ديال امو انا هذيك البدله اللي تصاحبها معايا جمعي راسك ما تعايريش انا نقول لك جمعي راسك اخر مره غلطتي على راجلي لحقاش الا غلطتي على راجلي غنمرمد لك يونس التراب لا يونس ايوا بعدي ليا مره انا يونس ما بعدنيش عليك انت هاد خونا هذا بعدك عليا ايوا راه كيهضر مع مرتو في داكشي ديال المستقبل سيد باغي يجي عندي الامارات سيد بغينا انا وياه نبنيو مستقبلنا بغينا بزاف الحوايج ومالو شد معاك الحسيت 20 ساعه اصاحبتي مع من اختي بغيتي سيد اختي لما هضرتش معاه انا 24 ساعه رغيت يهضر مع واحده اخرى والله مش معانا الو راشد انا جيتي عادي المره الجايه غتصيفط هذاك القلاص غطير من اللايف غتاخذ احسن بلوك لولادي وين كنت غير من رجالاتي فهمت الكربان علاش كيصيفطوا العدروس في لي كومونتير هذا راه البقره اللانجري اللي معانا في لي كومونتير ماشي العدروس غنشوف لا هما كيقولوا زعما اللي كتقتلوا له القدرات هما ماشي شو هذا هنا سبونج بوب لا ما سبونج بوب ولا مومو كبير يا ربي يا البول غنب بركة من الشيشة خدعت لك وقتك كامل اختي كتغير مني الشيشة الشرادي ماشي زعما هذاك الشرادي نضرب دين امك انا مشيت غير من راه بنت عيريها يلا عيري قد هذا المسخه خانزل غندير لها دابا بلوك خانزل معفو انا ما كنغيرش من صحاباتي اللي عزاز عليا كنغير عليهم ماشي كنغير منهم غير خطك عليا كوبيدا سبونج بوب نابولي كوبيدا وي قولي قولي لنا شحال الفلوس فسخات منك الحسي فاش مشات عندك للطاج ما فسخش مني حتى حاجه مشينا عندنا واحد ديت جوج هذاك الايفون الاخر شحال شريتي الفلوس ديال النزار 300 ديري كاس الزاعيم خويا هل عطيتي النزار عملنا اشهار من سويانا وندى ونزار فهمتي يعني هما عملوا كل ديال اشهار شاف واحد السيده وشحال دا نزار داو جوج وما بيناتهم بجبيهم وانا ديت جوج ولكن نزار دا سوناد العار هادشي ديال هادشي ديال السوشيال ميديا فيه الفلوس وانا جالس هنا كنبيع فابور واش وين
تسولني وانا قلت لك نبح هنا بوحدي لريال لا جوج دريال وانت ما كتدخلوا في الفلوس مورا ظهري. طب بين الاشهار نورمال انا بيديك ندير الاشهار بثلاثة باربعة ما شتيهاش صح حتى يدير انستغرام فيه الفلوس انت ما كديروا الفلوس وكتاخذوا الفلوس من عند الناس وانا كانت لا تشي اوفر لا تشي اوفر بصح بصح تشي اوفر نهضروا في المنطق انا شهر كامل وانا طالع في لايف مع صاري كل كنبح وكنت غاوت القرجوطه ديالي نشفت ابتسام حبي كنشوفك القرجوطه ديالي نشفت ابتسام حبي وهما كيدخلوا في الفلوس طلع ابتسام المؤمني وين وانا قلت لك نغوت فابور كيحسب لي هادشي ما فيهش الفلوس تكتسب الفلوس من هذيك بركه لا 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 ضروري انا خاصني نكمل 100K وضروري خاصني ندير اعلاناتكم التجاريه دوزوا عندي الخاص بحالي بحالكم بحال غيطه خاطر بحال طاريكون بحالك الطيب طنطري قتلتيني بالضحك عطوني انت ابتسام انت ابتسام دخلتي الفلوس من السوشيال ميديا ما تقوليش ليا اكيد بدا لاباس عليكم باش كتعاودوا ساره لاباس عليك لا بس ربي يخليك وين قلت لك نبح فابور ممكن اختي كاين الفلوس انت ما كنتش جديد عليا وحده قالت لي ديديكاس شوش لا اختي ديديكاس 100 اورو لا اختي انا باغا ندخل الفلوس بحال هذا 100 اورو ديديكا لا صح ترى كاين واحد البرنامج كتشاركي معاه وحده قالت لي ما يمكنش تكوني ما عارفاش شوش والله ما عارف ولا عمرني دخلت شي ريال من هذا الانستغرام ولا السوشيال ميديا ما نحلف على التيك توك واحد السيمانه كنت غير جالسه في الدار كنفتح لايفات كيجوني هدايا دخلت منه شي جوج المليون ونص يمكن وقت الطاجات هنا ما كتطوق لهمش كيقولوا لك الناس مثلا بغينا نعملوا معاك من تيك توك دخلت الفلوس ملي كنت في الامارات جوج المليون ونص مده سيمانه كنفتح فيها لايفات كيصيفطوا لي الهدايا جاتني السياره الذهبيه وبرج خليفه المهم هدايا بزاف وظرف اسبوع دخلت جوج المليون ونص يمكن درهم اماراتي وما نحلف عاوتاني على واحد البرنامج سميتو ميكو ماشي البيكو ميكو الشهر الاول 5 المليون والشهر الثاني 4 المليون صافي اما هادشي ديال الانستغرام ما عمرني دخلت شي ريال ولا شي حاجه حتى انا مداخ صراحه مع العيادات والدكاتره من المواقع يعني اختي استعدوا لما نعطى الله يكتب الميمو بقيت غير انا وين خاصك تعرفي تخدمي عقلك الناس اللي كيبغيو يعطوا دي كولابوراسيون يمكن ترى شي ميساج حتى شي حد اختي يقول لي ديديكاس وحتى شي حد ما يقول لي نشري ليا انا غندخلك ندير فلوس شو سولك واحد قالك اللي بغى يطلع لي زابوناشي ايه تلح